benefited the people. فاتن محمد عبد المولى. أنا فايزة بالسنة اللي فاتت بالمركز الأول في انطلاقة شيل في مجال الدعاية والإعلان كأحسن فكرة مشروع قائم وناجح في مجال الدعاية والإعلان. كانت الجائزة من المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع شركة شيل. فرقت معايا كتير قوي لما من الفترة اللي قبل الفوز بالمشروب الجائزة وبعد ما فزت بالجائزة كانت نقطة تحول ليا، إن أنا بدأت أحلم إن أنا أجيب مكان طباعة، بدأت أبص للوكالات الإعلانية الكبيرة، بدأت أبص للأكبر مني، بدأت أعمل حاجات كتير في مجالي وأوسع فيه. حلمي إن أنا أوصل إن أنا يكون عندي وكالة إعلانية كبيرة زي أي وكالات من الكبار اللي في البلد، لأن أنا دايماً ببص لهم إن أنا نفسي أبقى زيهم وعاوزة أوصل لهم. نصيحة أقولها لأي بنت أو أي ست نفسها تبقى ناجحة، لازم تحاول تدور على نفسها إيه اللي جواها اللي هي ممكن تقدر تنجح فيه، وقبل ما تشوف اللي جواها إنها تحاول تحب الشيء علشان خاطر تنجح فيه.